عسلامة مرحبا. كيف؟ الحمد لله الحمد لله عايش. الحمد لله الحمد لله. شحال فيك رمضان؟ والله مسكين سيد رمضان شحال عنده يعمل فينا نحضر سيد رمضان. اسمك ايش دايخ؟ كل عام يتعدى على روحه وشكون يدوخ يا بنتي؟ تربينا من الصغر نصومه نحن والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خلقناش في الصيف يعني في اوسط وفي كذا باش خلقنا توا في ابريل وفي مارس حكاية فارغة. احكي لي على السهرية كيفاش؟ السهرية والله الشعب التونسي راه مغروم ياسر بسهرية رمضان، كل واحد كيفاش يعديها، فما اللي يمشي القهوة خويا، فما اللي يمشي الانساب، فما اللي يدور في الحومة. بالنسبة لي أنا مطرب شعبي، عندي جروب متاعي ونتقابلوا في الليل يعني نعملوا برايف متاعنا فهمتني، ونعملوا كل اللمسات متاعنا كل فهمتني، نبرفوا على توسكي جديد قديم كذا فهمني، مش كي جينا يعني سيفنا بداو جونا به نخدموا بعد رمضان باش تحفل بالعروسيه. والله ان شاء الله كان خليتنا حكايه الكورونا لما حاله تاعو نشوفوا فيها بريسك نحات، لكن خويا مسؤولين عادي جدا، نجم واحد مضروب في راسه فهمني يخرج لك اخر وقت يعطيك يقول لك خويا باش تسكر البلاد. ان شاء الله لاباس. انا لاباس، نحن نقولوا ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي جريح على سلاح وكا. فار السهرية البرايفيت وهذوما تتفرج شي في المسلسلات تبع شي حاجات؟ ولا باش نكذب عليك، حاجة واحدة ما فهمتهاش السنة هي منصة سي سامي الفهري، هذه حاجة والله لاني فاهمها وما نتصورش. تو البارح يحكي نتفرج فيه اون كومبرومو ودرا شنيا، ما تصورش واحد دخل. انت بالله الاولى دخلش على منصة سامي الفهري، ما تجاوبش خاطرك عالمية وزميلة وكاللغة هذيك، ما علينا به. انا نعيط لك لاي واحد لهنا دخلش على منصه تامر الفهري، ما تصورش فما شكون دخل. عندنا زوز مسلسلات نتابعوا فيهم واحد اثنين، الاخر يستناو فيه الناس كل حاسين يحكيوا فيه يحكيوا، استنينا كونه حاجه عملاقه فهمني، ما فماش منها جمله مسلسل ما نسميش، ما علينا. بون يمكن الفوندو هكا شويه فهمني، انا واحد من الناس شربه بريك كذا نفر شويه في الفوندو زاد شويه خاطر خليهم بعد رمضان المسلسلات وكذا هذاك، من بعد نبدا نكتشف فيهم وحدي فهمتني. نهز روحي وما كذبش عليك، نمشي نحل بيرو ونسكنت على روحي نعدي. مسلسلات تنجم تتفرج معهم في العائله، معناها معاك العائله. المشكل اختي الغاليه كون السينما نتاعنا تطورت لين تطورنا لين صحيح ما عادش نجم نتفرجوا فيه فامي فهمني. هذه كلمه تطورنا ما هي صحيحه، تولت رقعه اكثر. صحيح فما مثلا فما احداث ما كناش قبل نتعرضوا لهم، وكان اللغه نتاعنا جديده مثلا ولينا نسمعوا فيها في التلفزه، خاطر قبل مثلا اسمع في مسلسل تبدا تفرج باش نهز امي للمستشفى، ما كانش عندنا اللغه هذيك، توا دراما خويا واكسيون وتيك تاك فهمني. فما لغه جديده مزيانه حلوه، اما برج ولي العري والقري خويا وكلي زاكسيون نتاع اغتصاب ودرشنيه وي رمضان يا رسول الله رمضان. يعني انا بدنا نتفرج مرتي نعمل هكا فهمني، بدايه بدل تونس فهمني. هذاك اخويا هذاك اش تحب، هذاك الدراما نتاعنا وهذاك ونحن عندنا زوج ثلاثه قنوات يعني باش يحط لك حاجه اوبليغاتوار عليك باش تتفرج، انت باش تتفرج بصفه عليك يعني فهمني، كل سوا مع الفامي كل سوا مع واحد، باش تبدل قناه اخرى ما فيها حد شيء، والا حاجه اخرى فيها حاجه اكثر من الاولانيه، دونك تولي تتفرج ونهز روحي ونمشي ما نبقى. تقييمك للمسلسلات قداش تعطيه على 10؟ ولا بالحق فما مسلسل واحد اللي هو الفوندو يكون فما 8.5 8 على 10 الفوندو فهمني، اما الاخرين ما تفرجش الحق باش نكذب عليك ما تفرجش في حاجه اخرى. وفما كم تاع الكاميرا كاشي هذاك اللي يهز فاليز يا ربي نتمنى يطيح بيا، هذاك شو اسمه هو هذاك بالله لبسحته لابس لينات لا مش كومي قالوا اللي يعمل في الكاميرا كاشي يمشي للحوم مثلا يزبد واحد وهزوا على اساس مشي به المطار ويمشي يهزوا، والله تعملها معايا انا هاني من هنا من هذا المنبر خويا في الافيون تعملها معايا يا ما نعمل لك عامله خايبه في البلاصه مش هزني لها مساكن والله يسخفوا قسما بالله الكريم. يا سيدي الفنان باش تعطينا حاجه ولا لا؟ بالله قبل كل شيء انا عندي شان يوتيوب بربي نتمنى منكم تدعمونا بشويه بالاشتراكات بالاحسن بن سمره على اليوتيوب بالاحسن بن سمره باش نغني لك باش نغني لك بالله سمعهم عاد ما بين عيني والدموع سنين بكتني الايام دارا ما عرفتي يما اصغر منين يا ميمتي مضى يا ميمتي مضى يزيكم مكا يزيكم ما تعرف في الليل شيشه وبرايف ودري وكذا وكما عشان يوتيوب حاجه برو على الاخر على الاخر ان شاء الله تكون تعجبهم وكا اعلانيا ماناش ماخذين حظنا احنا لي جون حتى طرف. انت وريت لي بطاقه الاحترام ياسي ناو في الورتين ياسي الهادي زعيم ياسي فيصل الحذيري يا اي واحد فيكم الكل
يخف التلفزه كيف في برنامج ويحس روحه هو ربكم الاعلى. يا ولدي راه فما 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 دي جون يخدموا على رواحهم، فما فما ناس تصرف وتصور في كليبات. انا قسما بالله الكريم عندي غناية متكلفت لي درجه زوز ملايين ما لقيتش وين عديها. ما فماش الو سي فلان اسمع عندك 7 ملايين تنجم تتعدى معانا. علق. الو عندك 5 ملايين تنجم تتعدى معانا، عندك 2 ملايين تتعدى معانا. اليوم اليوم فما برنامج اليوم اسمه الخيمه، تفكروها مليح الحكايه هذه، اليوم فما برنامج اسمه الخيمه، سي عبد الرزاق الشابي وكل لغه، معلش 500,000 ما تعداش خويا. معناها باش يعديك 500 دينار باش تمشي تعمل كونترا ومن بعدكم كون عندهم افاق وافاق وافاق وما فماش حتى برنامج في تونس تعدى ورينا المواهب اللي تعداو فيه وين هما تو موجودين. عندنا كعبه اثنين قبل وقت طريق طريق النجوم معروف كوكا خاطر برنامج صحيح هذاك خرج منه سميه خرج منه امنه فاخر خرج منه انيس الخماسي هلال المالكي هذاك بالحق خرجوا منه الباقي اللي بعده هو الكل. انا واحد من الناس متعدي في 7-6 برامج حكايه غرام مواهب عسل الخطوه الاولى شو اسمه هذاك حكيت غرام حكيت عليه ليلى محمد رسول الله انتي ستار حنا بعل نمشي فهمني يلزمك تعمل معلوم الاشتراك تدفع 30 دينار وتو نطلبوك بعد ما فما حد شيء ولات بالابونمون والله مانيش عارف انت توريت في تونس ما تدفعش فلوس ما تعديش في تلفزه معروف معروف ورا مش انا هما توفيش زعام علاش شكون ما شكون ما يدفعش الفلوس ما تدفعش الفلوس خويا مطرب ما نحبش نسمي الاسامي كبار ربي معاهم ربي عينهم الناس كل لكن ايش يعملوا لهم خويا يجيبوا تو ذاك بقدره يعني اكبر منك انت وعنده قدر وقيمه بالقدا بالقدا يعني في الساحه الفنيه تحب ولا تك يجيبوا يوريه تصاور نتاع مطربين اخرين وقيم لي هذا اعطيني عدد على هذا وهذا وهذا يودي انت السيد اللي حاطه في التصويره ينجم يكون اقوى من السيد اللي باش يعطيه عدد موش الكل بالطبيعه فهمني هذه حاجه ثاني حاجه لازم تعركهم انت في بعضهم حتى لو كان فما ناموسه صغيره بيناتهم لازم تكبرها انت على الفيو هذا كل من بعد على النمبر دي فيو باش تربح انت كما نقولوا احنا على اليوتيوب نتاعك وكذا ودرا شنيا يا خويا انا وفلان نعطيك 7 ملايين يا الهادي زعيم ما نعطيكش 5 ملايين يا شو اسمه فايس الحذيري ما نعطيكش 2 ملايين ونمشي نصرفهم هذوما على غنيات نقعد نسمع فيهم انا وحدي عشان اليوتيوب نتاعي الحمد لله رب العالمين خاطر راضي بروحي الحمد لله حكي وتو على بطاقة الاحتراف اللي انت وردتي الاحتراف وين هاي 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 بطاقة الاحتراف ها هاي خويا ريت هذايا بطاقة احتراف هذه لاستريفل هذيك نلعب في الرمية في الليل لاستريفل نحطها في الرمية نبدا نلعب في الرمية كي نحطها ورق ما انا ما عملنا بها حتى شيء بطاقة احتراف فني بالفارغ شنو عملت لي انا بطاقة احتراف فني ايش امتيازات؟ الكورونا اختي الغاليه مشيت لوزاره الثقافه عملت دوموند والى اخره شكون نلقى انا غاديك في وزاره الثقافه جاي يحب ياخو جاي يحب ياخو منحه محمد كوكا محمد كوكا راهو مسيره اللهم صل على النبي راهو يمكن اطول منها نغدو الحيص بها مسلسلات ودراما ودرا شنيا والى اخره وبعد تما في 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 منحه 250,000 و 450,000 شيء يضحك والله شيء يضحك دوموند نتاعي عملت له هكا قطعته مشيت روحت على روحي فاش قام انا خويا زعما باش يعطيوني انا ويخليه هو مستحيل فهمني كلمة الختام كلمة الختام كلمة واحدة نحن نقولوها تواسة كله رانا باش تكرهونا بالحق في البلاد وخويا سيبونا بالحق سيبونا رانا بالحق ملينا على الاخر على الاخر وبرشا علينا برشا على الاخر على الاخر كي نتنفسوا ولينا بالباي فهمتني كسوا شباب كسوا كبار كسوا اللي تصور انت في راسك سورتو الشباب هذايا توا نتاع توا يدي سيبونا راه بالحق عندنا طاقات خلنا نترشقوا يا معلم شنو واحد يترشق يلقى روحه في الحبس من بعد خلنا نترشقوا راه بالحق عندكم ما تعملوا علينا وعندكم عندنا برشا برشا كفاءات وبرشا كذا يزي ماكل كبار برا روح برا شد دارك على روحك روح شد دارك على روحك الكبار هذوكم بالذات سيب عليك اخرج منها افهم روحك وافهم قدرك خير ما تاكل الشلابق خويا من الاخر بكل باش سايبوك